مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير وفي حصيلة جديدة لفيروس كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين بعدما أعلنت عن ظهور 2264 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات كورونا بالمغرب إلى 199745 حالة إجمالية. ووفق المصدر ذاته فهناك عدد كبير من الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية واللي كتهم التحاليل المخبرية بطبيعة الحال، فبلغ العدد ديال الحالات المستبعدة 3,118,233 حالة منذ بداية الفيروس إلى اليوم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن حصيلة الوفيات سجلت ارتفاع مهول بعدما تم تسجيل 72 حالة وفاة جديدة، وصل عدد ضحايا كورونا بالمغرب إجمالي إلى 3,373، وتم التأكيد على شفاء 2,727 حالة شفاء، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس إلى 165,922. وتهيب وزارة الصحة بكل المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية بكل وطن ومسؤولية. فأيضا هنا بجهة سوس ما تم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية مجموعة من الحالات واللي بلغت 56 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة. وبطبيعة الحال هذه الحالات كلها فهي دائما في ارتفاع مهول، وخاصة عدد الوفيات اللي وصلت يعني 72 حالة وفاة خلال 24 ساعة فقط، وهذا شيء مؤشر خطير جدا وينذر بتفجر الوضع إن لم نتخذ الاحتياطات اللازمة وإن لم نسعى إلى تغيير سلوكاتنا. فبطبيعة الحال إخواني الكرام، فهذه هي الأمور اللي كتخلينا أننا دائما كنقولوا بأن الوضع أصبح سيء جدا، لأن مجموعة من الناس لا يحترمون التدابير الاحترازية، مجموعة من الناس لا يقومون بالوقاية من هذا الفيروس. وكنتمنى أن الرسالة توصل، وكنتمنى من جميع الإخوان أنهم يزيدوا